الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال: أخرجه الدارقطني وغيره، وحديث حسن. راوي الحديث جرثوم ابن ناشر، مشهور بكنيته، من قضاعة، سكن الشام، وكان ممن بايع تحت الشجرة. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا جميعا. روى 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي 75 من الهجرة. من هذا الحديث نتبين أن أحكام الله جل وعلا 4: فرائض، محارم، حدود، ومسكوت عنه. الأحكام 4: إما فرائض، وإما محارم، وإما حدود، وإما مسكوت عنه. أما الفرائض، فرض فرائض فلا تضيعوها، كالصلاة والزكاة والصيام، وتضيعها إهمالها والتهاون في أدائها، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المتكاسلين عن الصلاة، قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسهون عن صلاة، يتماهلون في أدائها ويهملون فيها، وقد يصف بهم الأمر إلى النفاق والعياذ بالله. والآخرون الذين هم في صلاتهم ساهون، وهؤلاء أهون، الذي في صلاته ساهن أهون من الذي يسهى عن صلاته، لأنه فيها شيء من الإهمال. فالقصد أن الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى، أي الواجبات التي أوجبها جل في علا، قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا فلا تعتدوها، الحد هو المنع، أي منع أشياء فلا تقدموا عليها. وهنا قال: فلا تعتدوها، قال: فلا تعتدوها. وقال تعالى سبحانه: وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فلا يجوز إنسان يتعدى حدود الله تبارك وتعالى وأن ينتهكها. ثم قال: وحرم أشياء، حرم أشياء. قال: المراد بالمحرمات أشياء كثيرة جدا، كالربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين، كما قال: إن الله حرم وأدى البنات وعقوق الأمهات ومنع النهات. ففي أشياء حرمها سبحانه وتعالى. في المحظور قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا في الحدود، تلك حدود الله فلا تقربوها. أما الواجب فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. الممنوع يقول: لا تقرب. الواجب يقول: لا تعتدي. الواجب يقول: لا تعتدي بتركه. وأما المحرم فيقول: لا تقترب منه. هكذا يكون في كتاب الله تبارك وتعالى دائما، كما قال أهل العلم. قوله: فلا تنتهكوها، أي لا تفعلوها هي وسائر المحرمات. لا تنتهك، أي لا تعتدي وتقدم على هذا المحرم. ثم قال: وسكت عن أشياء، ونبه رحمة لكم، يعني ليس غفلة، لأن الله تبارك وتعالى لا يغفل عن شيء لكمال علمه سبحانه وتعالى. سكت عامدا، سكت عالما سبحانه وتعالى، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يقول: فلا تسألوا عن هذه الأشياء، أي جعلها الله عفوا، إن فعلوها فلا حرج، وإن تركوها فلا حرج. فالبحث في مثل هذه الأمور خطأ، طالما أن الله سكت عنها اسكت عنها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أنتم تعلمون أن الله جل وعلا لا يغفل عن شيء، لا يضل ربي ولا ينسى، إذا لم ينسها سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، ونحن نعلم أن الله تبارك لا ينسى ولن ينسى ولم ينسى سبحانه وتعالى، إذن نسكت كما سكت الله تبارك، وهي تدخل في باب العفو، تدخل في باب العفو. لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت.
النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل لم يسكت فأعادها: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم عادها الثالثة: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. يعني أنا ما تكلمت، أترك، لا تسأل عن أشياء أن تبدأ لك تسؤك ثم بعد ذلك تعجز عن فعلها. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.